احلى كوبايه شاي طبيعي، مش صبغه جزم زي اللي بسيها للسوق كله، للمعلم الكبير اللي جيت وانا على باب الله وكان سبب في ستر بيتي. والله كبرت يا شقليله، لسه بتنقل الكلام برضه؟ لا يابا، نقل الكلام ما بقاش جايب همه خلاص، دلوقتي ما شاء الله بيألف كلام عشان يولعها اسرع. بتقول حاجه يا معلم؟ لو الجديد بقى انه بيسمع بمزاجه ويصنج بمزاجه. سماه عنتر نتفير ريشك، وبيتكلموا على الهلقه اللي انت اديتها الغلوش في الحته، ولا منعم؟ منعم ابن المعلم بشر من مراته الثانيه، البت سعاده اللي كانت بتقشر الجمبري ولهفت من المحل واتطلقت. ماله منعم؟ خرمان وجاي يقلب امه في فلوس، وعينه بتطق شرار. أبا عاش من شافك يابا، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ وحشني. أنت كويس يا أخويا؟ آه الحمد لله. بس وأنا قاعدة بعمل محشي قلبي وجعني، قلت أكيد جرالك حاجة، سبت المحشي وجيت عشان أطمن عليك. سبت المحشي؟ سبحان الله، من يومكم أنتوا الاتنين توأم شق جوز، تبقى أنت ماشي في الشارع تشكك شوكة في صباعك، هي في البيت عندنا تتوجع. ايه اللي جابك يا فاتن؟ ساتر يا رب. وازاي تخرجي من البيت من غير اذن؟ طب قول ازيك يا عمي. ازيك يا عمي؟ ان شاء الله ما نشوف زيك يا اصفر. يا دسلك من جواك كده، بوس ايد عمك. ما ببوسش ايدين. عندك حق، بوس الايدين بس مخصوص لولي نعمتك شداد. انت يا زفتي يا دياب. ايوه يا سيدي. يا سيدي يا سيدي وسيد المعلمين كلهم. هي الدنيا كده، اللي يجيبه العالي مجبور يستحمله الواطي. واطي واطي، بس في ظل الكبير، الكبير قوي اللي واقف حال الكل. وانا صغير والله كنت فاكر الصفار في البيت بس، انما لما كبرت لقيته في في البني ادمين بقى. انت بتضحكي؟ طب اسبقيني يلا على البيت عشان ابقى اشوف خروجك من البيت من غير اذني. شوف بعدين. من الاذن انا؟ الاذن ايه؟ لسه يقدر يا رب. لو الاصفر ده كتر معاكي في الكلام وضلمه البطن اللي شالتنا احنا الاثنين، لعلها على نصيط الحاره. طول ما احسكوا في الدنيا ولا يعرف يعمل معايا حاجه. المهم بس يسيبك منه وخلينا في ابوك. عامل ايه يا ابوك؟